خاليه دماغها تصحى الصبح تشرب قهوتها وطول النهار تتفرج على التلفزيون وخلاص. كان نفسي وعملت راح اصلي بعد ما شقيت اتعدلت ودلوقتي بعدوله برضه، بس بعد جوزي نزلت على العربيه بقيت اشتغل في الوسط واجي على العربيه يا حبيبتي. ومعايا مفيده بنتي خريجه حقوق. الله اكبر. مفيده ما شاء الله. ببدل على الشغل اقول لها تعالي اقعدي مكاني على العربيه وبتقف بس ما بتبيعش. ليه؟ لا اخوها بيقف يبيع. تمام. هي بتبقى واقفه وراه. تمام. واقفه وراه قاعده كيس على حاجه. ايوه. ترابيزه وكرسيين وكده. لا لو ان انا ليا محل ومقدمه عليه جنب مني. ايوه. الله يبارك لهم واحد في الحي مديني الاواجي كده، خدت بالك قعدت فيها البتاع، كل ما اروح اقدم يركل الطلب بتاعي. لا قولي بقى يا رب بقى وادينا اهو. انا بقول يا رب. بطه عايزه بقى المحل بتاعها. والله جنبي مني ومعايا الورق بيقول كده. ايوه. خدت بال حضرتك؟ ايوه. بس انا مش سائله، اقول برضه انا رزق على الله. ونعم بالله. انت مش هتكسرني. لا يا حبيبي. عارفه اللي وقف علي طلع على المعاش. بقى يجي يشحت مني شويه الكشري. شفتي وانت تلاقي تديله برضه. بديله. يا سبحان الله على جمالك. ولا بسأل. وجدعنتك ورجولتك يا فاطمه. يا والله يعني يوميها الاستاذه السكرتيره بتاعت الحي قالت له روح اكسر الشجر، دخل لها العربيه واكسر السور. قال لي القهوجي يزعل طول ما يزعل. قلت له يبقى يزعل. راح قال لي ما اعرفش ايه السر. طب عايزه اقول لك حاجه بقى. اتفضلي. شوفي بقى بيقولوا ايه، بيحسدوا الغجر على ظل الشجر. الناس شوفي انت كنت في شدتك الله يشفيك يا رب ويعافيكي، حسدتك اكمن سياده الرئيس عالجك على حسابه. ده ماله ده بدر منور الله يبارك له وحق الكرسي يا رب اللي قاعد عليه ما يوجعه. انت عارفه عامل ايه دلوقتي؟ عامل خيم وحاطط لك فيها دكاتره للي يسرق في السكه من الحرب للي حيال. ده فين دي؟ في رمسيس. ده عندنا جنبينا. والله بسم الله ما شاء الله عامل خيم وفي الدويقه وما اعرفش في الله اكبر عليه. بس انت اول ما قلت له يا سياده الرئيس عالجني انا تعبانه على طول كلموك. قلت انا عايزه سياده الرئيس يشوف لي دكتور من الجيش ابن حلال يشوف بطني فيها ايه. انا بطني اتشركت. اسم الله. اهو انت تعبانه حبيبتي. اسم الله عليك. بطني اتشركت. على طول لقيت لك في تليفون يا حاجه احنا ما اعرفش ايه مستشفى الشفا وتعالى لنا. قلت له انا بعرف اجي. طب ابعت البطاقه زي حضرتك كده. ايوه. بعت البطاقه الصبح جت العربيه خدتني. قعدت 9 ايام خرجت بنت بنوت. الله اكبر الله اكبر. ودكاتره. طب تقولي ايه لوريك لا يا حبيبي الصور على التليفون الدكاتره. لو اقول لك ايه ده من عند ربنا. ونعم بالله ونعم بالله. طب تقولي ايه سياده الرئيس بقى؟ اقول له ربنا يحميك ويأتيك ويكفيك شر طريقك ويكفيك شر يأذيك وكفايه ان هو بيقوم من النوم بيقول لك يكفيني شر نفسي. يا انا ما بقولهاش ولا انت بتقولي. والله. شوف بيقول لك يكفيني شر نفسي. ولا مؤاخذه بيشيل العيان وبيزق اللي عرق وبالعيله المغمضه خلاها بتاعت موسيقى واللي ده انا نفسي اشوفه عارفه اكله بايديا كده يعني ربنا يخليه. ورسول الله عليه الصلاه والسلام هو راجل احترام الدنيا فيه. الراجل كان متكحرك وابن بلد. ايوه. وفي الشعبي وشايف التعبان والبتاع. قال لك امنيتي كنت اقول لو انا بقيت حاجه كبيره اعمل حاجه للبلد. طب بص ربنا اداله ايه؟ اللهم صل على النبي. كانت الباب السما مفتوح وسمع منه. انت بنت بلد بقى. مع يعني مننا كده كلنا. لا انت ست بقى مثقفه ولا بتاع معلش يعني اجدع ناس. لا كبير سنه رابعه. طيب تقولي ايه للناس اللي بتطلع تشكك في الحاجات اللي بتتعمل وتقول لك لا احنا مش عايزين، احنا عايزين فلوس وعايزين بتاع ما مش فاهمين. عارفه لما انا رحت السعوديه لسه جايه من العمره. ايوه. استاذ محمد طلعني عمره. استاذ محمد هنيدي. هنيدي لسه هنتكلم دلوقتي. بيقول لي ايه يلا يا بطوطه الحمد لله على السلامه انت خفيتي. هو علمني قبل كده قال لي ورحمه امي اسمعك بالتليفون. لا صح. ورحمه امي يا